يعطيكم العافية. أنا آية عصام، دفعة 2015. رح أقدم لكم فيديوهات لشرح مادة كيمياء 102. بداية، مادة كيمياء 102 مهمة جدا لطلاب قسم الهندسة الكيميائية، لأنها بتفتح الخطة تبعت مواد القسم، وتعد الأساس اللي رح ينبنى عليه أغلب مواد التخصص، خصوصا مادة الفيرست بكيمياء 102 اللي بتحكي عن الثيرموكيمستري والثيرمودينامكس. طبعا الصورة اللي قدامكم هي سيليباس لمادة كيمياء 102. مادة الفيرست راح تكون شابتر 5 وشابتر 19، مادة السكند هي 13 و14 وكمان 15، أما بالنسبة لمادة الفاينل فهي راح تكون 16 و17. بالفيديو الجاي إن شاء الله راح أبدأ أشرح شابتر 5. بتمنى أني أقدر أفيدكم بهاي الفيديوهات، وإذا بتحبوا تحصلوا على نسخة PDF من السيليباس فبتقدروا تضغطوا على اللينك الموجود بالديسكريبشن للفيديو، بيكون موجود تحت الفيديو بالضبط. ويعطيكم العافية.